هذا وقد اختتمت فعالية النسخة السادسة من معرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني مرعي 2023 الذي شهد إقبالا جماهيريا واسعا من الزوار سواء من داخل مملكة البحرين أو خارجها. نعم، حيث ضم المعرض بسنته السادسة أو بنسخته السادسة الكثير من الفعاليات المتنوعة واستعرض عددا كبيرا من مختلف أنواع الحيوانات والطيور. على خريطة المعارض المتخصصة وللسنة السادسة على التوالي يسجل معرض مراعي نجاحا جماهيريا كبيرا كحدث علمي استثماري تقني ترفيهي متخصص في مجال الانتاج الحيواني والزراعي. طبعا كان هالسنة المعرض بما انه معرض انتاج حيواني ففي سوق المزارعين، قسم سوق المزارعين ركزنا على المحلات البحرينية اللي عندها منتجات مشتقة من اللي هو المنتجات الحيوانية، فكان الاقبال هالسنة واجد قوي عليهم وصار المحلات يعني مكتظة بالزوار. فكرة كثير حلوة انه من الاطفال بتعرفوا على الحيوانات وبالعكس بيلعبوا معاهم وبطل عندهم الخوف، يعني قبل كان يكون عندهم خوف من الحيوانات الاليفة، بس بعد اليوم بعد المعرض الاطفال صاروا يلعبوا مع الحيوانات. حتى رشدي ابني بيحكي لي لو تجيب لنا جمل او حصان على البيت، يعني بالعكس انكسرت الخوف. شفنا انواع طيور ما شفناها من قبل، الحمام وهالاشياء، انواع ماعز وفهمنا معلومات عنها ما كنا ندري عنها وليش أشكالها هاللون. فأنا صراحة أشوف أنه وايد الاستفادة الشخصية والعائلية. فعاليات متنوعة، برامج مسلية، عروض استثنائية قدمها المعرض للحضور تعرفوا خلالها على مختلف أنواع الفصائل من الحيوانات والطيور عالمية المصدر بحرينية المنشأ، ما لعب دورا كبيرا في إثراء معلوماتهم عن هذه الأنواع المختلفة. وايد حلو يعني صراحة، هو كل سنة يزيد عن يعني عن السنة اللي طافت، ويعني حسوف انه بس 3 أيام، يعني اتمنى ان شاء الله السنين الجاية يزيدون الأيام. وعن الفعاليات الموجودة يعني ترضي جميع الأذواق والجميع، لأن يعني في عن الخيول، في حق الأطفال بيبي شارك، المهرجان عام 2023 بالنسبة لي هي أول مرة أنا بزور المهرجان بالبحرين. صراحة شفت التنظيم والفعاليات جدا رائعين، وأنا بالنسبة إلي معرض العصافير هو المفضل إلي، وبالنسبة لكل شيء ولفيته يعني أكثر من مرة، صراحة جدا ممتع للأطفال وكل الفئات العمرية. السنة بوار حيوانات أكثر عن العم، وايد انواع غريبه. انا شخصيا مثلا عندنا طيور اول مره اعرف انه في مسابقات حق الطيور جمال، ما اقولك كقدره ولا غيره، كجمال، فهاي اشياء جديده علينا. حلو بعد انه هو كل مكان يعطونا ورقه كامله معلومات عنه والصنف ماله. معرض مراعي شكل نقلة نوعية على مستوى المعارض السابقة التي نظمتها وزارة شؤون البلديات والزراعة باستقطابه للفصائل النادرة والأصيلة على مستوى العالم من الحيوانات والدواجن التي تم توطينها محليا والتي تعرض للمرة الأولى في البحرين، إضافة إلى التجارب الناجحة للمملكة في مجال الاستزراع السمكي. على مدار 3 أيام يختتم معرض مراعي موسمه السادس بإقبال جماهيري لافت شارك فيه عدد كبير من العارضين، قدموا من خلال المعارض المتخصصة مختلف أنواع الحيوانات والطيور كل حسب فصيلته، بالإضافة إلى الفعاليات المتنوعة والممتعة. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.